السلام عليكم. قبل أن نبدأ في هذه الحلقة علينا أن نجدد نية الإخلاص لله سبحانه في هذا المشروع وفي أي مشروع دعوي. متى طلبت العلم؟ متى بدأت في الدعوة إلى الله سبحانه؟ لابد أن تجدد النية، لأن الإخلاص يحتاج لمعالجة هوى النفس أولاً بأول. وبركات الإخلاص لله سبحانه عظيمة، إذ ليست العبرة بمن سبق، إنما العبرة بمن صدق. إذ ليست العبرة بمن سبق، إنما العبرة بمن صدق. أيضا الإخلاص هو مناط قبول العمل. أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر، يريد الأجر من الله والصيت بين الناس، ما له؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. فأعادها 3 مرات يقول له رسول الله: لا شيء له. ثم قال: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. فالإخلاص هو أصل قبول الأعمال، وهو باب النصر في الدنيا والآخرة. والمخلصون الذين لم يغتروا بلعاعة الدنيا هم أول من يدخل الجنة يوم القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون أول من يدخل الجنة من خلق الله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أول من يدخل الجنة من خلق الله الفقراء والمهاجرون الذين تسد بهم الثغور ويتقى بهم المكاره، ويموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء. يموت فقيرا محتسبا مخلصا لله ثابتا على ثغر من الثغور، يدعو إلى الله لله وبالله وفي الله، فهنيئا له. لنبدأ في الحلقة على بركة الله. كيف بدأت المعلومة؟ كيف دونت المعلومات المكتوبة داخل الشريط الجيني في كل خلية من خلايا كل كائن حي على وجه الأرض؟ كيف تشفر المعلومات على الشريط الجيني الخاص بكل كائن حي؟ بالمناسبة نحن تحدثنا في الحلقة السابقة عن معنى الشريط الجيني. الشريط الجيني هو شريط معلوماتي مدونة عليه بحروف رباعية التشفير خصائص الكائن الحي وما يحتاج إليه، وطريقة تشكل الأعضاء داخل هذا الكائن، وطريقة عمل الهرمونات والإنزيمات، والشكل العام للكائن الحي وكل ما يحتاج إليه وظيفياً. كيف ظهرت المعلومة داخل هذا الشريط الجيني؟ كيف شفرت بنظام تشفير رباعي في هذا الشريط كل خصائص الكائن الحي؟ لا يوجد كائن حي في تاريخ الأرض بدون تشفير رباعي لكل خصائصه قبل أن يظهر. كيف ظهر هذا النظام المعلومات المدهش؟ المعلومة هي معلومة، ليست مادة ولا طاقة. المعلومة هي معلومة، ليست مادة ولا طاقة. ظهرت المعلومة فجأة مع ظهور الحياة، وكان المسخر لحمل هذه المعلومة هو الشريط الجيني. الشريط الجيني الخاص بك أيها الإنسان، والموجود داخل نواة كل خلية من خلاياك، توجد عليه 4 مليارات معلومة. نعم، 4 مليارات حرف مدونة ومشفرة بها كل الأعضاء والهرمونات والوظائف الخاصة بك. ظهور المعلومة فجأة من أكثر الأمور التي أربكت العلم الحديث. لقد اكتشف العلم أن العالم نظام معلوماتي وليس نظاما ماديا. يقول عالم الفيزياء اللا أدري الشهير بول ديفيز، يقول: العلماء يعترفون خلف الأبواب المغلقة أنهم في حيرة، حيرة من نظام الحياة المعلوماتي المبهر. هم يشعرون بالقلق من هذا الموضوع، لأن هذا الموضوع سيفتح الباب للمتدينين. نظام الحياة المعلوماتي يعني الخلق. هذا كلام لا أدري بول ديفيز. والمشكلة الثانية في هذا الموضوع والكلام لبول ديفيز أن العلماء لو اعترفوا بالجهل بتفسير النظام المعلوماتي وفقا للرؤية المادية، فإن هذا سيرفع عنهم الدعم المالي. فالنظام المعلوماتي المبهر ورطة
لكل مادي، لكن كما تعلمون الملحد العربي لا يشعر بأي ورطة. بينما كان لازلي أورجل أحد أبرز علماء نشأة الحياة يتحدث عن هذا الموضوع في إحدى محاضراته، قال: أرجو ألا يكون هناك مؤمن بالخلق الإلهي المباشر بين الجمهور، أرجو ألا يكون هناك مؤمن بالخلق الإلهي المباشر بين الجمهور، لأنهم سيستخدمون النظام المعلوماتي برهانا على الخلق الإلهي المباشر. فمن لا يشعر من دعاة المادية بورطة كيف ظهرت المعلومة فهذا في الغالب إنسان مغيب، مغيب بإرادته أو بالمسكرات، حتى ينسى اللوازم الدينية لظهور المعلومة فجأة. الغريب أن الملحدين العرب ما زالوا يتعاملون مع هذه الورطات بعقلية القرن 19، فما أن تطلع الملحد العربي على النظام المعلوماتي الذي يوجد في كل كائن حي والذي ظهر فجأة مع ظهور الحياة، حتى يوقفك هذا الملحد سريعاً قائلاً لك: هناك خلايا بدائية وخلايا معقدة، الأمر يسير. وهذه الخرافة، تقسيم الخلايا إلى خلايا بدائية وخلايا معقدة، هذه خرافة قديمة. فكل الخلايا خلايا معقدة ومبهرة، لا توجد خلية بلا نظام معلوماتي. بل لو نظرنا إلى التعقيد الموجود في خلية كائن وحيد الخلية، فإننا سنكتشف إبهاراً ودقة لا تقل بأي حال عن الدقة الموجودة في أي كائن متعدد الخلايا. فمثلاً هذه الأجهزة والماكينات المبهرة توجد داخل الخلية في أي كائن، سواء وحيد الخلية أو متعدد الخلايا. هذا الشيال يسمى كينيسين، واحد من آلاف الماكينات العملاقة داخل الخلية الحية. هذا الكينيسين له رجلين ويدين، ويمشي على طرق مخصصة له حتى ينقل المكونات إلى خارج الخلية. الكينيسين يحمل أضعاف وزنه، وفي حال أنه تعثر في الطريق فإنه يطلب كينيسين آخر ليساعده. هذه ماكينة واحدة من آلاف الماكينات التي توجد داخل الخلية، ماكينة الكينيسين. إنها معجزات لا تحصى داخل كل خلية، وبالمناسبة 50 خلية لا تملأ النقطة التي نكتبها في آخر الجملة. ثم ماذا عن ماكينة الصوت البكتيري؟ ماكينة الصوت البكتيري هي إحدى ماكينات الخلية البكتيرية، وحيدة الخلية التي يظن الملاحدة العرب أنها خلية بدائية. تتكون ماكينة الصوت البكتيري من 200 بروتين. إذا أتى أحد هذه البروتينات مكان الآخر أو اختفى أحدها، فلن تظهر ماكينة الصوت البكتيري بالكلية. حجم الموتور المحرك لهذا الصوت هو 1 من 100,000 من البوصة. يتحرك الصوت البكتيري بمعدل 10,000 حركة في الدقيقة، وهو يستطيع أن يعكس اتجاه الحركة في جزء من 40,000 جزء من الثانية. قام الرياضيون بحساب احتمال نشأة هذا الصوت بالصدفة، فوجدوا أن الاحتمالية تصل إلى 10^1,170، في حين أن عدد كل ذرات الكون حوالي 10^80 ذرة. أمام هذه المعجزة حاول دعاة المادية أن يفترضوا أن هناك أشكالاً أبسط من الصوت البكتيري، فقالوا: هناك ماكينة قريبة من الصوت البكتيري تسمى تايب 3 سيكريشن سيستم. وكأني بهم وهم يحاولون تفسير نظام مبهر بنظام مبهر آخر. العجيب في الأمر أنه تبين مؤخراً أن التايب 3 سيكريشن سيستم تأخر في الظهور عن الصوت البكتيري، فالصوت البكتيري ظهر أولاً ثم ظهر التايب 3 سيكريشن سيستم. فالبديهي أن البكتيريا أقدم الكائنات الحية، بينما التايب 3 سيكريشن سيستم يوجد في الكائنات ذات الخلايا المتعددة. فكيف ينسب وجود الأقدم إلى الأحدث؟ فالصوت البكتيري معجزة لا يمكن تجاوزها بالترقيع الإلحادي المتكرر لكل ماكينة مبهرة في النظم الخلوية الحية. ففرضية الخلية البدائية والخلية الحية لم يعد يروج لها
إلا الملحد العربي. وحتى نأتي على هذه الفرضية من جذورها، علينا أن نفهم مسألة الحد الأدنى من الجينات. ما معنى الحد الأدنى من الجينات؟ الحد الأدنى من الجينات هو القدر الأدنى من الجينات الذي لا يحيا كائن بدونه. لن يكون هناك كائن حي لو قل عدد الجينات عن الحد الأدنى ولو بمقدار جين واحد. والجين هو جزء من الشريط الجيني الذي تحدثنا عنه سابقا. فالجين هو شريط معلوماتي يحتوي على عدد كبير من الشفرات التي تشفر للمعلومات. هناك حد أدنى من الجينات لازم للحياة، بحيث تشفر مجموعة من هذه الجينات للطاقة، لأن الكائن الحي لا يحيا بلا طاقة، ومجموعة أخرى تشفر للغذاء، وثالثة تشفر للوظائف الأساسية للحياة، وهكذا. لكن يا ترى ما هو عدد الجينات التي تمثل الحد الأدنى والتي لا يكون هناك كائن حي لو قل هذا الحد الأدنى ولو بمقدار جين واحد؟ قام العلماء بحساب الحد الأدنى من الجينات اللازم للحياة، وقرروا أنه بين 265 جينا إلى 350 جينا. وقد توصلت أبحاث كريك فينتر إلى أن الحد الأدنى من الجينات لا يكون أقل من 382 جيناً. وهناك أبحاث علمية كثيرة جرت في هذا الباب، خلاصتها أن الحد الأدنى من الجينات سوف يتراوح بين 244 جيناً إلى قرابة 1600 جين. لو كان الأمر كما يتخيل دعاة المادية أن العالم مادة فحسب، فأنت تحتاج أن تبدأ من الصفر جينة إذا أردت المرور من الهيدروجين إلى الإنسان. لكن تبين أننا بحاجة إلى مجموعة عملاقة من المعلومات كحد أدنى. فليس في الطبيعة أي شيء بدائي، بل كل منظومة بها إبهار معلوماتي مستقل. سيبقى هذا الإبهار دوماً حجر عثرة في وجه الملاحدة، حجر عثرة في وجه منكري الخلق الإلهي. واجب الحلقة اليوم: نحن معنا كتاب مستمر منذ 3 حلقات، وهو كتاب براهين وجود الله، والمفترض أننا وصلنا إلى الصفحة 81 و400. واجب اليوم وحتى الحلقة القادمة أن نقرأ حتى نهاية الكتاب. رابط الكتاب في أول رابط في وصف الفيديو. أشكركم على حسن الاستماع، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم.